وعن سؤال حول موضوع العنف الاقتصادي، أود أن أقول بأن المرأة تتعرض دائما لأنواع كثيرة من العنف، منها الجنسي والجسدي المتمثل في الضرب والجرح وغيره، وتعرض أيضا للعنف الاقتصادي، إلا أنها تجهل بأنها عرضة لهذا العنف، باعتبار بأنها العنف المتمثل في الضرب والجرح هو العنف المعترف به أو الذي تعتقد بأنها تعرضت له. والعنف الاقتصادي هو عنف، هو فعل أو تصرف ذات طبيعة اقتصادية أو مادية من شأنها أن تضر أو تمس بالمصالح الاقتصادية للمرأة. ومن تجلياته عدم إنفاق الزوج على أبنائه، فاضطر الزوجة إلى العمل، عدم سماح للمرأة بأخذ الأجرة الحقيقية لمجهوداتها في العمل، وأيضا تنصل الطليق من الإنفاق على أبنائه. هذا هناك صعوبة في إثبات هذا العنف، على اعتبار بأن وسائل الإثبات المقررة قانونا غير مهتمة أو غير جديرة بإثبات هذا العنف، لأنه يكون داخل المنزل وليس له تجليات واضحة وصريحة، مما يحرم فئات كثير من النساء من إثبات هذا العنف والتقدم بشكاية بهذا الخصوص، لأن جل الشكايات الواردة لدى الضابطة القضائية أو لدى السيد وكيل الملك ضروري أن تكون مرفقة بشواهد طبية لإثبات الضرر أو العنف الجسدي. وفي حالة التقدم بشكاية بخصوص العنف الاقتصادي ليس لها سابقة وليس لها شكليات وإجراءات معينة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى العدالة للمطالبة بحقهن في حالة تعرضهن لهذا العنف الاقتصادي. أولا، أن المرأة دائما كتصبر على العنف، مش على العنف الاقتصادي، العنف الجسدي والجنسي وغيره، أنها كتصبر على العنف الاقتصادي لأنها غير مستقلة ماديا واقتصاديا وليس لها مدخول قار لتربية الأبناء، وخاصة أن المرأة المطلقة في المجتمع المغربي إلا كاع مثلا احتضنوها الأسرة ديالها ما غاديش يقبلوا ما غاديش يقدروا أنهم يربيو مع هذاك الأبناء. نعم. نعم، وأن وتيرة العنف الاقتصادي أو العنف الجسدي أو الجنسي ازدادت الوتيرة ديالها، خاصة مع الأزمات الأخيرة التي عرفها العالم وعرفها المغرب من بين هذه الدول، وتجلية ذلك عدد كبير من الملفات، الشكايات ديال العنف، وأيضا ملفات نفقة التي ترفعها الزوجات في مواجهة الأزواج ديالهم، وأيضا الأبناء ما بقوش كينفقوا على والديهم، والآباء أيضا يتقدمون بدعاوى ديال النفقة على الأبناء. إذا تجليات هذا العنف الاقتصادي تجلياتها في كثرة عدد الملفات التي أصبحت تروج أمام المحكمة بعد أزمة كورونا أو بما يسمى بالأزمة الاقتصادية العالمية. كنقول بأن أي امرأة تعرضت للعنف كما بغى يكون أنها ستوجه بشكاية الموضوع للجهات المختصة، وأيضا هناك جمعيات فيهم خلايا استماع للنساء ضحايا العنف من شتى أنواعه. هذا من جهة، من جهة أخرى داخل الأسرة على كل فرد أن يعرف حقوقه وواجباته والحدود ديال كل واحد والتزامات ديالو، وأيضا فإن العنف يولد العنف، إذا على الأم كأم أن تربي أبنائها تربية لا تعتمد على العنف، لأنهم اللي تعمدوا اللي تعودوا عليه هما غادي يعاملوا به كما تدين وتدان. إذا التربية على المساواة، على احترام الآخر، على عدم الاعتداء على الآخر في حقوقه كما بغات تكون هذه الحقوق، كيبان لي بأن حتى الوازع الديني إذا كان حاضر غيكون أغلب الحلول اللي غادي تكون لهذا المشكل هذا، لأن خدينا بعين الاعتبار كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، أن كل واحد غيدير الواجبات اللي عليه.